السلام عليكم، أهلا بيكم في كورس البلومينج ديزاين. المحاضرة دي إن شاء الله هنتكلم على 4 نقط أساسية، وهي ضمن الووتر سبلاي كومبوننت. هتكلم على الأوتر ووتر سبلاي نتورك، وهتكلم على الووتر سبلاي باي ماتيريال، والفالفز يوز فور ووتر سبلاي نتورك، والتستنج اوف ووتر سبلاي نتورك. الأوتر ووتر سبلاي نتورك، ودي شبكة المية الخارجية اللي بتكون خارج حدود المبنى، اللي احنا دايما بنسميها في المشاريع بتاعتنا باللي اوت. اللي اوت ده هو الموقع العام اللي بيكون محيط بالمشروع من بره. بالنسبة للووتر سبلاي باي ماتيريال، هي الماتيريال المختلفة اللي بيتم استخدامها في مواسير وشبكة مواسير التغذية بالمياه. والفالفز المستخدمة عندنا وأنواعها وأماكن وغرض تركيب المحابس المختلفة دي اللي بتركب على شبكة المية، وهنشوف ازاي بيتم اختبار المواسير المية دي بعد الانتهاء من التركيبات. ودي مهمة جدا للمقاول ان هو يطمن ان شغله مظبوط، وبالتالي لما الاستشاري يجي يستلم من المقاول يطمن لما المية تنضغط في الشبكة عندي، وبعد فترة الشبكة تكون مقبولة فنيا. تعال نتكلم بقى دلوقتي على الأوتر ووتر سبلاي نتورك. أنا عندي الخط اللي هو المنقط باللون الأحمر ده، بيسمى البروبرتي بواندري. ده إيه ده؟ ده الخط ده اللي هو ناحية اليمين ده يخص المالك، وناحية الشمال ده بيبقى تابع للبلدية أو الحكومة. طب والخط ده يهمني في ايه؟ يهمني زي ما احنا قلنا في الووتر سبلاي سيستم لاي اوت، ان في بعض المشاريع ان انا اخد فرع من الشبكه بتاعه المدينه واغذي دايركت للمبنى بالميه دون وجود اي انواع من الخزانات. وقلنا ساعتها ان التايم بوينت ديت بتكون اكبر او يساوي الرايزر اللي هيغذي المبنى بتاعي، وبالتالي لما اجي اصمم المشروع اعرف كتر التايم بوينت ديت او السيرفيس لاين دي قد ايه، وبحصل على المعلومات ديت كاملة. وقبل ما اقرر ان انا احط خزان ولا لا، طبعا ببدأ احط عندي هنا بما يسمى بالفالف بوكس. الفالف بوكس ده بيبقى رئيسي بتاع المية. يعني ايه؟ يعني اول ما يتم اختراق الماسورة بتاعت البلدية اللي هي تايم بوينت ديت، حدود او خط تحديد ملكية المبنى اللي هو البروبرتي بواندري ده، وطبعا الرسمة ديت انا بطلبها عشان اعرف حدودي فين، عشان اعمل الفالف بوكس اللي هي غرفة المحبس. والغرض من الغرفة ديت انه بيتم وضع محبس العزل الرئيسي جوه الغرفة دي، وبعديها مباشرة بحط عداد المية بتاعي زي اللي بيبقى عند حضرتك في المبنى. عندك بيبقى في فالف بوكس كده محطوط فيه المحبس الرئيسي للميه، وبعديه على طول عداد الميه. محبس العزل ده عشان يفصل الميه عن المبنى بتاعي في حالة الصيانة، وعداد المبنى ده عشان اعرف استهلاك المبنى للمياه. الفالف بوكس ده ابعاده ما بتبقاش ثابتة، اللي بيعملها طبعا في الشوب دروينج، وهو اهم حاجة انه يحتوي قطر الماسورة بمحبس العزل بعداد الميه. الفالف بوكس ممكن يكون معمول من البلاستيك او من الطوب او من الخرسانة، على حسب الفالف بوكس ده هتحط فين، وهل في حاجة هتعدي عليه تقيلة ولا لا. يعني اذا خطوات التصميم بتاعتي، انا بشوف قطر التايم بوينت بكام، وابدأ اقرر النظام عندي هيمشي بتانك ولا لا، وبعد كده بيتم عمل الفالف بوكس ده. الفالف بوكس انا بعمله في الحدود الملكية بتاعتي. النقطة التانية اللي هتكلم عليها هي الباي ماتيريال. في الكود المصري بيقول لما المواسير بتاعتي المفروض هي اصلا بتصنع من مواد، المواد دي تتحمل 30 سنة او 50 سنة قدام، وكمان المدة دي الاقطار اللي بصممها بعمل في حساباتي ان ممكن يحصل توسع للمشروع اللي عندي، فبعمل حسابات القطر بتاعتي دي للإنشاءات اللي ممكن تحصل في المستقبل. أرخص وأسهل وسيلة وأسهل ماتيريال في شبكات المية اللي هي المواسير اليو بي في سي،
وهي نفس الماتيريال بتاعت المواسير الصرف، بس باختلاف طرق التوصيل بتاعت المواسير دي، لان شبكة المياه بتكون ايه، بتكون بريشرايزد، وبرضو مع اختلاف درجة الضغط اللي بتتحملها المواسير بتاعت المياه. اليو بي في سي من عيوبه ان هو سهل الكسر، وخصوصا لو في لود عالي عليه بتأثر على الماسورة دي. في نوع البولي بروبايلين والاتش دي بي اي اللي هو هاي دنستي بولي ايثيلين، وده بيتلاشى العيب بتاع اليو بي في سي، بس بتتلاشى برضو الميزة بتاعت اليو بي في سي. اللي هي ايه الميزة في النوع اليو بي في سي؟ طبعا ده يو بي في سي، تمام؟ فبيتلاشى العيب ويتلاشى الميزة بتاعت اليو بي في سي. طب ايه هي الميزة؟ الميزة ان الكوست بتاع اليو بي في سي ارخص بكتير عن النوعين دول. طب والعيب ايه؟ العيب ان هو ان هنا في الـ HDPE ان حصل عندي الفليكسابيلتي بقت عالية والمرونة بقت عالية، وبالتالي لو حصل لود واثر على الماسورة ما يحصلش شرخ او كسر في الماسورة. وميزة البوليبروبيلين او الـ HDPE فهي كمان بتتحمل درجات حرارة اعلى من تحمل المواسير اللي هي اليو بي في سي. النوع السي بي في سي يستخدم في شبكات المية بس على نطاق ضيق شوية. بتستخدم في شبكات المية اللي هي بتبقى درجة حرارة المية فيها تصل الى 90 درجة مئوية، او ممكن يكون المية اللي ماشية في المواسير دي فيها كيميكال، يعني لو عندي حمام سباحة وفي مواد تعقيم وكلور، فبنستخدم النوع اللي هو السي بي في سي ده. ليه؟ عشان لا يحدث تفاعل ما بين المواد اللي هي الكيميكال ديت والماسوره اللي عندي. النقطه الثالثه اللي هتكلم فيها وهي عباره عن الفالفات اللي عندي. اول نوع عندي هو الايزوليتنج فالف، او بيقولوا عليه الشاتل فالف او السكشنال فالف او الفالف بوكس، اللي هو محابس العزل بتاعتي، وهنشوف انواعها وامتى بستخدمها وفين بنركبها في الدايره بتاعتي. الفالف بعد كده هو الاير فالف اللي هو بيبدا يطرد الهواء عندي من الشبكه ونشرحه، والدرين فالف والبريشر ريديوسنج فالف والتشيك فالف. نبدا باول نوع هو الايزوليتنج فالف او الشات اوف فالف، محابس العزل. المحابس دي بتتحط عشان لو حصل تسريب او حصل عندي صيانه فيتم عزل الميه عن المنطقه اللي بيحصل فيها الصيانه دي. محابس العزل معظمها بيكون نورمالي اوبن، بتغلق بس في حاله الصيانه. اي محبس عزل بيتركب في الارض او تحت الارض، ولو هنركبه في تحت الارض بنحطه في فالف بوكس زي ما احنا شرحنا، او بيسموها فالف بيت. اين يتم بقى تركيب المحابس دي؟ طبقا لمتطلبات الكود. اول حاجة بنحطها عند السبلاي الرئيسي للمية للتايم بوينت في الفالف بوكس زي ما احنا قلنا. يعني انا اول ما يتم اختراق الماسورة للحدود الملكية بتاعتي، احنا قلنا بنحط ايه؟ بنحط فالف بوكس فيها المحبس العزل ده، يبقى ده اول مكان بحط فيه شوت اوف فالف. تاني مكان بنركبه على مواسير التغذية للمية بتاعت المبنى بتاعي، يعني كل 500 متر الى 1000 متر. الارقام دي جاية منين؟ من الكود المصري. يعني ايه؟ يعني لو عندي غرفة مضخات زي الغرفة دي، خارج منها مواسير التغذية بتاعت المية وهتروح للمبنى واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، وبعد كده ترجع لإيه؟ غرفة المضخات تاني. المستطيل اللي هو الكبير ده اللي انا بشاور عليه ده، هو ده عبارة عن الشبكة الخارجية، وكل فرع رايح للمبنى بتاعي يغذيه بالمية. فلو حصل عندي تسريب او كسر وليكن في المنطقة دي كده، فعشان ابدأ اعمل صيانة في المنطقة دي، فانا عاوز اوقف المية هنا واوقف المية هنا، وابدأ اصفي المية اللي موجودة في المكان ده وابدأ اعمل الصيانة بتاعتي. عشان كده احنا حطينا محبس عزل هنا ومحبس عزل هنا. طيب انا خرجت من غرفة المضخات، بدأت احط محبس عزل عندي، بعد كده امشي مسافة بتقدر من 1000 ل 500 متر حسب الكود المصري، وابدأ احط محبس عزل. بعد كده اعدي كمان 500 ل 1000 متر واحط محبس عزل، اعدي 500 ل 1000 متر واحط محبس عزل. وبالتالي الشبكة لما يحصل فيها عطل اوقف المية هنا، ويبقى بقية الشبكة فيها مية.
وببدأ أحط محابس عزل تاني في كل فرع رايح للمبنى، يعني المبنى ده لو حصل فيه أي عطل وعايز أعمل له صيانة بقفل محبس العزل ده، وبقية المباني عندي بتبقى المية بتروح تغذيها عادي. فده فايدته إن هو بيبدأ يعزل المبنى اللي حصل فيه المشكلة بس. طيب تعالى ندخل في المبنى واحد ده ونشوف المواسير بتاعتها عاملة ازاي. يعني ايه؟ انا كده خلاص دخلت المبنى واحد ده، عبارة عن كذا رايزر، في كذا منور، وانا هطلع كذا رايزر من المناور ديت او الشافت ده. يعني الشافت هو المنور، والمنور ده انا بطلع من خلال الرايزر بتاعي، بيبدأ كل فرع يخش للدور بتاعي. فانا دخلت خلاص المبنى، حطيت المحبس ار ده اللي هو انهي اللي هو المحبس اللي هنا ده، تمام. دخلت بالرايزر، كل رايزر احط له محبس عشان لو حصل في الرايزر الاولاني ده عطل ابدا اقفل الرايزر اللي هنا ده، او اقفل المحبس اللي هنا ده عن الرايزر 1، ورايزر 2 و 3 بيبقوا الميه شغاله فيهم عادي، تمام. طيب لو انا عندي في دور معين في رايزر معين حصل فيه عطل، بركب برضو محابس عزل علشان الدور المعين في الرايزر المعين ده افصل المياه عنه وابدأ اعمل الصيانة فيه دون التأثير على المبنى بتاعي او الشبكة بتاعتي ككل، تمام. تعال نشوف محابس العزل ديت انواعها ايه. اول نوع معايا هو البول فالف. البول فالف ده او المحبس ده بيكون ريكومنديشن او بيستخدم للأقطار لغاية 3 او 4 بوصة، لما يزيد القطر عن كده بنستخدم حاجة تسمى الجيت فالف. ده بيتم تركيبه من الأقطار من 4 لغاية 10 او 12 بوصة. طيب طبعا ده في الابليكيشن انهي بتاعت الووتر سبلاي. اذا زاد القطر عن كده يعني زاد عن 12 بوصة بركب حاجة بما تسمى البترفلاي فالف، والبترفلاي فالف ده منه نوع مانوال ومنه نوع بيكون موتورايزد، عشان في الاقطار الكبيرة انا مش هقدر افتح واقفل بشكل يدوي، فبستخدم موتور عشان يبدأ يفتح لي البوابة ديت ويقفلها. تاني فالف معانا هو الاير فالف. المحبس ده بيعمل على خروج الهواء من داخل الشبكة. طب تعالى نقول هو الهواء ليه اصلا دخل الشبكة عندي؟ اي شبكة اثناء التركيبات بتبقى معرضة بالكامل للهواء الجوي، وبالتالي الهواء بيدخل من خلال المواسير دي، وبالتالي لما اجي اوصلها بالمواسير واوصلها بالمضخات الهواء ده يمكن ان هو يعمل عندي كافيتيشن للمضخات بتاعتي، والاجهزة الصحية بيسبب ليها صدأ ويسبب صدأ للمواسير بتاعتي المستخدمة والمحابس بتاعتي كمان. فالكود حط لي جدول لتركيب الاير فالف ده، وقال لي لما يكون عندك قطر الخط ب من الرينج كذا لكذا حط قطر محبس الهواء ده من اللي هيبقى قطره يا اما 65 مللي يا اما 2.6 بوصة. طب اين يتم تركيب محابس الهواء ديت؟ بيتم تركيبها في اعلى مستويات الشبكة بحيث تعمل على خروج الهواء بشكل اوتوماتيك، لان طبيعة الهواء مع المية في فرق كثافات كبير جدا ما بينهم، فكثافة الهواء طبعا اقل بكتير جدا عن كثافة المية، فالهواء خفيف فيطلع لاعلى ويجي عند اعلى ليفل وما انا مركب الاير فالف ده، فيسمح بالهواء بالخروج ويمنع المية ان هي تخرج. يبقى احنا بنركب الاير فالف ده لو احنا رجعنا تاني في الرسمة بتاعتنا ديت في اعلى الرايزر عندي خالص، ببدأ اركب اير فالف، الهواء بيرتفع نتيجة فرق الكثافات لغاية ما يخرج من الفالف ده. الفالف اللي بعد كده وهو الدرين فالف، محبس التصفية، بيركب في أوطى منسوب من الشبكة. ده ليه؟ عشان يعمل تصريف المية في أوقات الصيانة. تعال نفتكر كده الرسمة دي مع بعض. لما احنا قلنا هنا هيحصل عندي عطل ببدأ أقفل محبس العزل ده وأقفل محبس العزل ده، وابدأ أصفي المية من أوطى منسوب من خلال محبس العزل اللي متركب عندي، أو من خلال محبس التصفية أو الدرين اللي متركب عندي هنا ده. طبعا أقطاره هو نفس أقطار محبس العزل اللي هو البول فالف زي ما احنا شرحنا. طب احنا بنركبه امتى؟ كل برضو من 500 لـ1000 متر حسب الكود المصري ببدأ أركب عندي درين فالف، وكل 500 لـ1000 بركب ايه؟ درين فالف.
وهكذا. المحبس اللي بعد كده هو Pressure Reducing Valve. في الكود المصري بيقول ان الضغط الماكسيمم للأجهزة الصحية هو 4 بار، وبالتالي لو زاد الضغط عن كده هيحصل عندي دامج للأجهزة الصحية. لو عندي مبنى عالي وبالتالي الاستاتيك هيد بتاعه كبير والفريكشن لوزز بتاعته عالية، فاضطريت ان انا اجيب مضخة 8 بار، وبالتالي الدور الارضي الضغط عنده مثلا 7.5 بار، والدور الرابع عنده الضغط 4 بار. يعني من الدور الارضي والاول والتاني والتالت الضغط فيهم اعلى من 4 بار. وبالتالي الكود المصري قال لي خلي بالك الضغط الماكسيمم للاجهزة الصحية هو 4 بار، فانا عشان اقلل الضغط عن الـ4 ادوار دول انا بركب حاجة بتسمى البريشر ريديوسنج فالف. في الكود الاي بي سي بيقول ان الضغط الماكسيمم هو 80 باوند بر انش سكوير، يعني 80 بي اس اي، يعني 5.4 بار. فاحنا هنا في مصر، فالكود بتاع المصري بيقول ان الضغط الماكسيمم هو 4 بار، فانا بمشي تبع الكود المصري. المحبس اللي بعد كده هو التشيك فالف. ده بيركب عندي لما يكون عندي اكتر من بامب في السيستم بتاعي. يعني ايه؟ يعني لو انا عندي 4 مضخات بيغذوا المبنى بتاعي، وبالتالي كل طرد لكل مضخة بركب عليه تشيك فالف. ليه؟ عشان اضمن ان المية لما تطلع من مضخة رقم 1 عمرها ما ترجع للبامب رقم 2، وبالتالي يحصل عندي سايكلينج جوه البامب روم بتاعتي. وبالتالي بيركب على الطرد بتاع الطلمبات، وبيركب كمان في مواسير التغذية بتاعة سخانات المية في اللي هو الهوت ووتر سيستم. ان شاء الله لما نيجي نشرح النظام ده هنعرف امتى بيتم تركيب الفالف ده. تعال بقى دلوقتي نشوف ازاي بيتم اختبار مواسير المية. شبكات المية في الكود بتنقسم الى نوعين اتنين من الاختبار. اول اختبار هو اختبار الشبكات المية الخارجية اللي هي خارج حدود المبنى، اللي هي انهي؟ تعال نرجع كده، اللي هي الشبكة الخارجية ديت. طب ديت انا هبدأ اختبرها ازاي؟ الكود المصري بيقول ان المفروض انا بضغط المواسير الخارجية ديت عند 1.5 ضغط المضخة بتاعتي، اللي هو ضغط التشغيل بتاعي. يعني ايه؟ يعني انا عملنا مثلا ديزاين للسيستم بتاعنا وعرفت ان المضخة بتاعتي هي 6 بار، فهضغط المواسير دي عند كام؟ 6 × 1.5، يعني عند 9 بار. بفضل اضخ 9 بار لمدة 30 دقيقة، والمفروض خلال الفترة ديت لا يتم وجود اي رشح او اي تسريب في المواسير. الكود بيقول ان النسبة، او انا هعمل اختبار للشبكة الخارجية، بس الشبكة الخارجية ديت لو فضلت ماشي وزادت عند 1000 متر اوقف لغاية 1000 متر ده، اختبر 1000 متر دول اشوف في رشح في تسريب حصل عندي ولا لا. ما حصلش ابدأ بقى من هنا واشوف بعد كده ايه 1000 متر وقف. يعني الاختبار بيكون على 1000 متر، ما يزيدش عن 1000 متر. قبل الاختبار ده انا اتأكد ان انا الهواء اللي موجود في المواسير خرج قبل ما اختبر، لان الهواء compressible fluid، فلاقي ان ضغط الشبكة عمال يقل ومفيش اي leakage، لان الهواء عمال ينضغط جوه، لان الهواء compressible fluid. فانا اتأكد قبل الاختبار ان انا خرجت الهواء كله من عندي من خلال الاير فالف اللي احنا شرحناه. الاختبار الثاني هو اختبار شبكة المية الداخلية اللي هي داخل المبنى بقى. ديت الكود بيقول ان انا بختبر على ضغط 1.5 من ضغط الشبكة، بس كان بقى هنا 8.6 مينيمم، يعني اقل حاجة 8.6 بار، او 1.5 من ضغط الطلمبة. ايهما اكبر؟ انا باخده وبفضل بضخ بالضغط اللي انا جبته ده لمدة 3 ساعات دون حدوث اي ليكج في الشبكة، وده قبل تركيب الاجهزة الصحية. ولما اركب الاجهزة الصحية بيتم ضغط الشبكة تاني بضغط بقى هنا كام؟ 5.17 بار، او 1.5 ضغط التشغيل لمدة 3 ساعات دون حدوث تسريب او ليكج عندي في المنظومة. تمام، ان شاء الله الحسابات كلها هتبقى في المشروع بتاعنا لما نيجي نعمل الديزاين بتاعنا. كده خلاص المحاضرة دي خلصت، اشوفكم بقى المحاضرة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.